انا بالنسبه ليا جاني مع الاخر مر، كنا نتمنوا باش نعودوا ثلاث نقاط لانه كانت المقابله في المتناول في المرحله الاولى وين قدمنا اداء جيد، كنا بيان اورغانيزي سواء اون اوفونسيف ولا اون ديفونسيف، قمنا بالواجب في الشوط الاول، كنا نجمو نكتلو المقابله في بريمي تان مون كونسونطراسيون، مي هذا ما يمنعناش باش نشكر اللاعبين تاعنا اللي في المرحله الثانيه جانا هدف تعادل مباغت عن طريق ضربه جزاء ما كناش نتوقعوها، سينون كانوا ما يسجلوش علينا سون لو بينالتي، مي هذا النقطة هذه تحفزنا، الحمد لله نشكر اللاعبين على الأداء البطولي تاعهم، ورانا راضيين من هذه النقطة اللي هديناها للجمهور تاعنا اللي تنقل معنا بكثرة، وراه مشكور على التنقل تاعه معنا، والحمد لله. نعم.